روسيا تلقت ضربة بسلاح من صناعتها. تعرف على السلاح الذي استخدمه الأوكران لضرب أحد مطارات روسيا، والذي أدى لخسارة روسيا أحد أهم وأقوى قذيفاتها الاستراتيجية. إنها الطائرة المسيرة من فترة الاتحاد السوفيتي توبوليف 141، والتي كانت مخصصة لأعمال الاستطلاع والتصوير. فلقد تمكن الأوكران من تبديل أجهزة التصوير ووضع مكانها مواد متفجرة لتعمل مثل طائرات الكاميكازي، ولتذيق روسيا من نفس الكأس. إذا أعجبك المقطع لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.